تشغله وتطلع موبايل لازم تحطه على حاجة تانية عشان تطلع موبايل. فاحنا كده اختصار جدا لو حبينا. ممكن الرسمة دي يا دكتور؟ اه طبعا هبعتها لكم ان شاء الله. طب لو احنا عايزين ما قدرتش فلاتر، ليه الفلاتر معاهم ليه؟ الفلاتر ما بيطلعش ويب؟ ما بيطلعش ويب صح؟ لا بيطلع ويب. دارت الفلاتر دارت. مين بيسميه؟ طاهر. انا طاهر. بيطلع ويب وطلع موبايل. بس يقدر يلعب الحته دي كلها لوحده. يعني فلاتر وطبعا هيضرب ده. يعني هو ايه؟ الفلاتر هيبقى بس محتاج منك داتابيز HTML CSS وجافا سكريبت. فاهمني؟ محتاج منك الثلاثة دول بس. وبعدين اقلب، هو مش محتاج بايثون اصلا لانه بيتكتب بلغة اسمها دارت. فاهمني؟ فهو اتجاه يعتبر اتجاه غيرنا، يعتبر يعني فلاتر ما كتبتوش لانه هو اتجاه تاني خالص، يعني اتجاه جانب اخر. تمام. لكن احنا ممكن نشتغل مثلا، نقول والله ممكن ناخد الباك اند كلها تتعمل بايثون وناخد في الفرونت اند نعمله فلاتر، بس انا ما انصحش لان مفيش خصائص استفاده. يعني اوراكل جيت دكتور افضل، يعني على اعتبار ان هي شركه اوراكل، وزي ما قالت اختنا يعني الوقت مهم جدا، الناس محتاجه يعني تشوف. انا بس هتكلم عن موبايل ابلكيشنز. تمام، انت هتلاقي نفسك ده اتجاه. تمام، هو كده. لو كتبنا كده هتعرف تطلع موبايل ابلكيشن. تمام، يعني هتكتب برضه اتش تي ام ال سي اس وجافا سكريبت وتطلع واحد الموبايل ابلكيشن، فتطلع الكلام ده. تمام، باختلاف طبعا الحاجة اللي هتشتغل زي ما تكون على ايونيك، الرياكت مش هتبقى رياكت جي اس، هتبقى رياكت نيتف، فيو نيتف، والاوركي جيت زي ما هو اوركي جيت، بس مش هتحط حاجه اسمها نيتف عشان خاطر. اغلب دول بيشتغلوا على حاجه اسمها كوردوفا. اغلب دول كلهم تقريبا مفيش ولا واحده فيهم ما بتشتغلش على كوردوفا. كوردوفا مع انها حاجه مش مشهوره، يعني اسمها بالنسبه لكم مش مشهور، لكن هي معروفه يعني عالميا. يعني اباتشي كوردوفا ده هو بيعمل الموبايل ابلكيشنز من خلال اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت. تمام، فكل الفريم وركس الثانيه دي اتبنت فوقيها بنفس الفكره، يعني الموبايل ابلكيشنز دي اتبنت فوقيها. طيب بس ده موبايل ابلكيشن بس، يعني بيعمل موبايل ابلكيشن بس. هو بس لا، ما هو مش موبايل، هو كده اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت انت ويب. هو بيقول لك بقى انا عايز اخليك تعرف تستغل الامكانيات بتاعتك في الويب دي تروح بيها ايه؟ موبايل. فهمني؟ تمام. طب هل كلهم متساويين في كموبايل؟ كلهم متساويين؟ كلهم زي بعض؟ يعني فيو زي انجلر زي رياكت زي اوركي جيت؟ انا فيو طبعا قريت دلوقتي عندهم مباشره قدامكم، انا مش شغال موبايل بس هي فيو نيتف. فلو هي ماشيه زي رياكت نيتف يبقى دول هيبقوا اعلى مرحله من اوركي جيت ومن انجلر. تمام؟ لو فيو نيتف فعلا زي ما هم بيقولوا، انا ممكن اخش على الساعه ابص برضه مش مشكله. فيو نيتف لا دي بروجريس اللي جافا سكريبت فريم ورك، خلاص مش نيتف ولا حاجه بيدبوا عليها. بده كروس بلاتفورم. لا كومبايلز تو رياكت نيتف، خدوا بالكم
بتحول حاجاتها لرياكت نيتف. طب ما انا لو حطيت برياكت نيتف وانت هتعذبني ليه؟ فاهمني؟ الا لو انا شغال من الاول على فيو يعني. فهي كده هي شغاله بتحول رياكت نيتف، ورياكت نيتف تروح انت الايه؟ تروح يبقى من الاخر عندنا رياكت نيتف هنا في الموبايل هيبقى ليه يد عليا على مين؟ على الباقي كله. على الباقي كله. لكن مش في الويب، في الويب كله متساويين. فاهمني؟ لكن في الموبايل هنا هتلاقي الرياكت في مستوى البرفورمانس والاداء هيبقى احسن. هيبقى اعلى. خلينا نحطهم بالترتيب يا دكتور زي ما كان. نخلي كده مميز. نخلي الرياكت مميز. ماشي؟ عشان بس واخدين بالنا من الرياكت المميز عن الباقي. رياكت نيتف طبعا. تمام؟ في حتة الموبايل هنا هتلاقيه هو اعلى شوية كبرفورمانس واداء من الفيو ومن انجلر ومن الجيت ومن الكلام ده. حتى الفيو بتقوم على الرياكت، بس انا مش يعني في الاخر الرياكت طبعا ده جو، بس خدوا بالكم ده مستوى في الموبايل ابلكيشن. انت ممكن تقول في الموبايل ابلكيشن مش هعمل الكلام ده، انا ممكن اخد اتجاه تاني خالص، اعمل اتجاه تاني خالص، تقول انا مش هكتب الكلام ده ولا هتعب قلبي. طبعا خدوا بالكم في فريم ورك خاص بالبايثون، هنسيت خالص، في بايثون بتطلع موبايل ابلكيشن خاص بشكل اسمه ايه؟ كيفي. تمام؟ كيفي. ايوه كيفي ده بتطلع اي او اس واندرويد ولا اندرويد بس؟ صح، انا مستمع الصوت بتاعك بيقطع، بس انا هقول لك الكيفي هو اوبن سورس بايثون خلاص، عشان يقوم الفكره بتاعه الموبايل ابلكيشن يوزر انترفيس. تمام؟ بيشتغل طبعا على لينكس، على الويندوز، على الـ على الاو اس، على الاندرويد، على كل الكلام ده، ما عندوش مشكله يعني. بس هو للاسف في عيب خطير كمان، هو مستواه وسرعته وتحديثاته ضعيفه، كلها ضعيفه يعني. هو يصنف يعني ضعيف، فاهمني؟ لكن في ميزه بالنسبه لنا، الميزه ان هو مبني بايثون، بتكتب الكود بايثون. فهمتوني؟ يعني الكود بتاع الكيفي هو بايثون. وصل لكم الفكره؟ يعني هو انك تنزل البايثون، الموضوع كله هو بايثون، وهيشتغل موبايل ابلكيشن معاك بايثون. هو والله ممكن قدام في وقت مش بعيد يعني، هو بص بيكتب فيه عادي بايثون يعني، كلاس وماي كلاس واوبجكت يعني بيكتب كله بايثون، فاهمني؟ فبرضه كان كويس ان انا افتكرت عشان اشير يعني. لكن بص الانترفيس بتاعته متواضع، فاهمني؟ جوه مش حلو قوي، مش مقبول، والناس بتخاف منه في الانتاج يعني طبعا ده ممكن يتغير بعد فتره يعني. ممكن هم شغالين عليه تحديثات بقالهم فتره وبتاع يعني، ممكن بعد فتره بسيطه تلاقي الدنيا بقت حاجه غير الحاجه، فاهمني؟ الدنيا بقت غير الدنيا. لكن هم حاليا شغالين على 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 كيفي، بحيث ان هو يشتغل معاهم يعني ويبقى كويس. لكن حتى الان هو بالنسبه للناس مش محبوب، لانه بيحسوا ان مستواه مش قد كده. تمام يا دكتور. فطبعا لو انت هتشتغل كيفي كموبايل مش هتحتاج بقى حاجات كتير هنا بقى. اعملها في شكل تاني واخليها. حلو. عشان لو انت هتشتغل حاجات تانية مختلفة، انا ممكن ارمي دي وارمي دي وارمي دي خلاص. وتعالى هنا بقى، ممكن تشتغل حاجة تانية خالص.
يعني هنا ايه نيتف موبايل. يعني يعني سيادتك ممكن تشتغل اندرويد وتربط، مش محتاج بقى انت ال... وزي ما فيش حاجه اسمها موبايل ابلكيشن هنا خلاص، هو هو في اخر ماشي هنا الاندرويد. انا اصلا يعني موبايل ابلكيشن المخرج النهائي اللي هو كله على بعضه. اندرويد هنا طبعا ممكن تشتغل، يعني ممكن تشتغل جافا، ممكن تشتغل كوتلين. كوتلين تمام، ممكن تشتغل اي او اس تمام، ممكن تشتغل سويفت او تشتغل اسمها ايه اوبجكتيف سي تمام. ده مش مسار طويل قوي يا دكتور. ايه طويل طويل اصلا كده هو ايه؟ عشان اطلع نيتف موبايل محتاج اتعلم حاجات كتير يعني. لا نيتف انت ممكن تشتغل بس انت بتاع اندرويد ومثلا وتربطه مع البايثون كباك اند وخلاص، فاهمني؟ او تشتغل سويفت واي او اس، وانا لا ارجح يعني، لان طبعا ممكن تلاقي عندنا مشاكل كتير جدا في ان احنا نشتغل اي او اس وكلام زي كده، لان الاجهزه ولا اجهزه اغلب الناس هتساعدها ولا هم مقفولين على نفسهم، فهنقابل مشاكل كده. لكن انا بقول لك يعني ممكن تشتغل فلاتر بقى، صح ولا ايه؟ فلاتر على دارت مش مشكله، صح؟ ممكن تشتغل زامرين، بس زامرين ان شاء الله سي شارب. قلنا قلنا كمان ممكن نشتغل تيبي على بايثون، هو منطقيا قوي لو انت منطقي هتختار تيبي، فاهمني؟ بس واقعي مش هتشتغله يعني مش هتقرب منه يعني، لانه هو اصلا شغال عشان يبرمج حاجات التاتش سكرينز، سواء كانت موبايل كانت ويب كانت ديسك توب، فهم بيعملوا منه موبايل بس يعني معصلا مش قد كده، مش بالنسبه لباقي ما يتقارنش يعني، فاهمني؟ ممكن تشتغل يعني ممكن تشتغل طبعا بقيت الحاجات اللي انا قلتها في المثال اللي فوق دي، بس تبقى جافا سكريبت واتش ام ال سي معاها اللي هم زي رياكت نيتف مثلا او اوراكل جيت، فبرضو عايز اتش ام ال سي اس وجافا سكريبت عشان تخش كده. ايه مميزات عيوب اوراكل جيت يا دكتور؟ خد بالك عيوبه تحديدا. عيوب الاوراكل جيت في الموبايل ولا في الويب؟ في الاثنين. هل هو مش منتشر مثلا او هو طبعا هو طبعا هي اوراكل دايما اقل انتشارا من حاجات مايكروسوفت ومن حاجات يعني جوجل طبيعي، عشان بس نبقى واضحين، هي مش في جيت مش اوراكل جيت بس، كل هي اقل انتشارا في على الاقل بكده طبعا السوق المصري مثلا، لان انا ممكن لو بصيت في السوق العربي هلاقي الوضع برضه مختلف، يعني عندك مثلا السعوديه والامارات بما انهم ربنا يهديهم ويغنيهم، هتلاقي مثلا ايه لا اوراكل شغال هنا، فاهمني ازاي؟ اوراكل شغال بجد يعني مش هزار، اغلب الشركات المتوسطه والكبرى بتشتغل بتجيب اوراكل وتشيل مخها، فاهمني؟ لكن الناس الغلابه اللي هم زي المصريين وكده والشركات المصريه هتلاقي شركات قليله، مش شركات كتيره اللي بتطلب اوراكل، لان مش هتشتغل اوراكل مختلف طبعا بره مصر. طبعا الدول الاوروبيه يعني ثقافتي زيكم بالظبط، يعني عباره عن قراءه يعني، لكن ماليش اشتغلت بره، لكن اعرف ان يعني في ده في تباين، اماكن شغاله اوريكل كتير، اماكن لا يعني زي اي حد موجوده في السوق. ممكن يا باشمهندس محمد يدف لنا في الدول اللي هو شغال، هو في كندا شغال، فممكن هو يكون عنده معلومات اكتر في الحته، بس هو ممكن يكون من عجائز عشان يسال اللي هو كان يستخدم لما يبارك. هو فعلا شغاله، لا الله يجزيك خير، بس احنا عايزين نسمعك اكثر. هي شغاله في السعوديه؟ انا اشتغلت في السعوديه فتره طويله والامارات وهنا في كندا، بس لسه ما اشتغلتش. لا اوراكل يعني الماركت فيرنج بتاعها في السعوديه والامارات عالي جدا جدا يعني، طبعا معروف بالاخص عن كل عن كل الدول. وهنا هنا في كندا وامريكا عليها طلب،
لانه حتى المنتجات اللي هي الاوروبيه يعني في السوق مش كتير زي المنتجات الامريكيه. يعني حتى احنا في الاي ار بي مثلا انا لقيت ساب ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي، الماركت شير بتاعه بسيط جدا هنا مقارنه باوراكل ومايكروسوفت. شيء عجيب يعني، شيء عجيب. انا ما كنتش مصدق الحقيقه، على الرغم ان انا مش اوراكل، انا ما بحبوش يعني كاوراكل ابلكيشن وكده، لان عانيت معها سنين طويله، بس واخده جزء كبير ومهم جدا في السوق يعني اوراكل جد. عشان كده بقول لحضرتك، وطبعا اخواننا مشاركين اوراكل جد مختلف عن منتجات اوراكل، لان خدوا بالكم من حاجه. اتفضل. اوراكل جد مختلفه شويه عن منتجات اوراكل القياسيه او العاديه، لان هي اصلا هي جد اختصار كلمه جافا سكريبت اكستنشن تول كيت. ماشي. اما اخش عليها كده هدي بس نبذه صغيره كده، هي مكوناتها ايه اولا وليه مختلفه عن بقيه منتجات اوراكل يعني شويه. اولا لان هي بنوه اوراكل جد ولا ماشي. طيب لو دخلنا على جيت ستارتد مثلا، مش عايزين جيت ستارتد اللي هو يبدا في الكون، بس احنا محتاجين ماشي عموما. يعني انا عارف الكونتنت اللي هم عايزين، اللي انا عايز اقوله يعني هو الاوراكل جيت اولا اوبن سورس، ودي حاجه مش معتاده خالص من اوراكل في الاصل. تمام. الفيرجن دلوقتي فيرجن ايه 9، يعني بدا يوصل لمستوى بقى فيه ستابيليتي. الاول ما كانش فيه ستابيليتي، هو شغال كله على اساسيات مش حاجات مخترعه جديده. يعني الجيت مش حاجه جديده، الجيت هي عباره عن جافا سكريبت سي اس اس اتش تي ام ال بالاخر. عشان كده الناس اللي جايه باك جراوند ويب هتبقى الدنيا معاها جميله جدا، والدنيا مش غريبه ومش ضايعه. فاهمني؟ ولذلك هو كمان بيقدر يطلع ايه، بيقدر يطلع ويب ابلكيشنز وبيقدر يطلع موبايل ابلكيشنز، وده الطبيعي بتاعه، وبيطلعها في نفس البيئه ونفس المكان وبنفس الكود. فطبعا دي مدياله ايه، مدياله كود. هو مبني على حاجه ثانيه مش مكتوبه هنا بس انا بقولها، مبني على كوردوبا. كوردوبا كموبايل، يعني الموبايل بتاعه مبني على كوردوبا. كوردوبا اباتشي كوردوبا يعني. واباتشي كوردوبا هو يعتبر نقطه عيب. تمام. هقول لكم ليه. لما يجي تبص هنا هتلاقيه طبعا بيطلع لك اهو فور اندرويد، فور اي او اس، فور ويندوز كموبايل ابلكيشن. لو انت بتلعب موبايل ابلكيشن فور اندرويد اي او اس ويندوز، ما عندوش ايه، ما عندوش يوم مرحمين، شغال. فاهمني؟ وشغال ايه، اتش ام ال اس 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 جافا سكريبت اصلي معاه نوك اوت، معاه جي كويري، معاه حاجات اللي هي خاصه بالجافا سكريبت، بس هو في الاخر كله على بعض. طيب الموبايل ابلكيشن احنا قلنا هو شغال نوك اوت، قلنا النوك اوت نقطه اسف شغال كوردوبا، وقلنا كوردوبا نقطه ضعف مش نقطه قوه. تمام. ولذلك انا لما جيت صنفت في الموبايل ابلكيشن اديت النيتف الرياكت اعلى منه، اديت الرياكت اعلى منه. ليه؟ لان ده اللي هو كوردوبا. كوردوبا بنسميه احنا بنقسمه كده ايه، كروس بلاتفورم. كروس بلاتفورم يعني هو بيشتغل بفكره، هو طبعا بيطلع برضو اندرويد واي او اس وموبايل ويندوز، حتى ويندوز مات، خلينا في اندرويد واي او اس. هتلاقي مين اللي شغال بيه؟ ايونيك، نفس الفكره بالظبط. ايونيك مبني اللي هو انجلر، تمام، اللي هو انجلر. هتلاحظ اهو لو جميل ايونيك كفرونت اند اس دي كي للبيلدنج للكروس بلاتفورم موبايل ابلكيشن، بيلت اون ايه؟ توب اوف ايه؟ انجلر. يعني ايونيك هو الموازي للاوراكل جيت، بس ايونيك شغال على انجلر اللي هي مبنيه جوجل، اوراكل جيت شغاله على ايه، على جيت اللي بنيها اوراكل يعني، بس مش اكتر من كده. لكن مش هم الوحيدين، في حاجات كتير تانية موجوده في السوق بس مش بنفس قوه الايونيك ولا الاوراكل جيت يعني. حتى هم مش حاطين هنا اوراكل جيت يعني، لكن حاطين طبعا حاجات تانية كتير. اوراكل جيت تعتبر احدثهم. طيب هو في الاخر الحته دي هتلخص لك الدنيا. تمام. السطر ده بيقول لك ايه، الكوردوبا بترابس ال HTML وال CSS والجافا سكريبت اللي جوه دول،
انتو نيتف كونتينر، هي دي اللعبه كلها. هو بيعمل موبايل ابلكيشن اي او اس او اندرويد او ويندوز نيتف محطوط. الموبايل ابلكيشن النيتف المحطوط ده مشغل الانترفيس بتاعته ويب براوزر، تمام؟ ومن خلال الويب براوزر ده هو مشغل لك بقى الاتش ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت وكل اللي بتاعتك. لكن هو فعليا ما بيبنيش من الاصل نيتف، ما بيبنيش من الاصل نيتف، هو بس مجرد القناع اللي بره نيتف، ومن جوه كله بقى داخل ايه اللي هو الجافا سكريبت والاتش ام ال والكلام ده. فده طبعا العيب بتاعه ان سرعه اللي هنعمل اكسس للديفايس، الديفايس يعني الكاميرا يعني بلوتوث يعني حاجات دي، كاميرا بلوتوث اي حاجه خاصه بالديفايس الموبايل، تمام، هتلاقيه ابطا من نيتف طبيعي. بص، واعلى حاجه في البرفورمانس، اعلى حاجه في عشان نخلص اندرويد واي او اس. تروح اندرويد سواء كان جافا او كوتلين، تروح اي او اس سواء كان سويفت او كان ايه او كان اوبجكتيف سي، دول اعلى حاجه، تمام. خش بعدهم على حاجه اسمها كروس بلاتفورم. انا بتكلم دلوقتي على حاجه في الايه، في البرفورمانس، في السرعه والاداء. خش بعدهم على الكروس بلاتفورم اللي هم زامرين، رياكت نيتف، فلاتر. هل الثلاثه دول يجوا بعد النيتف على طول، تمام؟ يجوا بعد ايه؟ النيتف في البرفورمانس في الاداء، تمام كده. يجي بعديهم في البرفورمانس الحاجات اللي قايمه على حاجات زي كوردوفا اللي هو زي الايونيك وزي الجيت وزي الكلام ده. وصلت الفكره كده؟ انا حاولت ارتب لكم الفكره في البرفورمانس. تمام. يعني احنا بنتكلم على زامرين وفلاتر ورياكت نيتف، ما كتبتهاش هنا عشان هي جافا سكريبت، انا كاتبها فوق عشان هي جافا سكريبت. كان جاب الحاجات اللي مالهاش علاقه بالجافا سكريبت، في حاجات مالهاش علاقه بالجافا سكريبت، يعني هتهربك من HTML و CSS والجافا سكريبت. كان موبايل يجي يعملوا بلوب خلصناه، كان بتكلم على موبايل. فقلنا ايه اللي هو قلنا الاندرويد والاي او اس دول اعلى حاجه، دول النيتف، تمام. وبعد كده بالكروس او بنسميه الهايبريد اللي هم الفلاتر والزامري والرياكت نيتف اللي احنا جبناه، تمام. وحاجات اخرى زي التي في ملهاش علاقه. اتفضل ايه دكتور، انا كنت عايز اعرف النود جي اس يعني موقعها ايه في الدنيا دي؟ لا، نود جي اس موقع مش لايق في الزمن يعني. اقول لك النود جي اس تقريبا كلهم بيشتغلوا نود جي اس، يعني الانجلر عشان تقومي انجلر اصلا هتنزلي النود، كذلك الفيو والاوراكل جيت كلهم نود. هي فريم ورك ولا لغه برمجه يا دكتور؟ هي مش لغه برمجه خالص، لغه البرمجه هي جافا سكريبت، تمام، او الحديثه بتاعتها اللي بيضحكوا عليها بيسموها تايب سكريبت، هي جافا سكريبت في الاخر، يعني هي جافا سكريبت في الاول وفي الاخر، تمام، سواء سموها تايب سكريبت او سموها غيره هي جافا سكريبت. يعني في الاخر هي سنتكس خبيط، بس هو في الاخر كله يعني فكر جافا سكريبت. لكن هي بتقدر تشتغل، يعني لو لاحظت انت لو جيت على يعني نود جي اس ممكن يشتغل. نود جي اس فيه ميزه، هو ممكن في الحته دي ممكن يقوم بالحته دي خالص، خد بالك ممكن يضرب، ممكن يضرب ده كله. نود جي اس ممكن يشتغل باك اند. قصدي كده هي باك اند ولا هي بتشتغل باك اند؟ هي باك اند بس ممكن تقوم بالفرونت اند برضه زيها زي جانجو كده. قلنا جانجو ممكن يعمل برضه موبايل ابلكيشن ويعمل اسف انترفيس في الويب، كذلك النود يقدر يعمل انترفيس في الويب عادي زي جانجو، تمام؟ الاقوى يا دكتور
احنا بنستبعد ان احنا خالص نلعب بالنود في الباك اند وما احنا جايبين بايثون ليه، ما احنا خدنا البايثون ليه. ايوه ماشي، ده حاجه وده بديله يعني، يعني بديل بتاع الباك اند، فمش هنتكلم عليها زي زي الدوت نت، زي زي ال زي زي البي اتش بي في الباك اند، زيها زي زي كل الحاجات التانية بتاع الباك اند. ولذلك انا مش هتكلم عليها في الباك اند، لان احنا مش احنا خلاص احنا الباك اند بتاعتنا هنبنيها كده، تعلمنا بايثون، مش عاملين نتعلم بايثون بقى لنا كام سنه عشان نقدر في الاخر نروح نتعلم في الاخر نقول لا احنا خلاص الباك اند بتاعتنا خلاص تمام. هو اقوى برضو يا دكتور البايثون كباك اند؟ كباك اند على حسب الفريم ورك اللي هنا، يعني لو هنقارن جانجو بنود، لان النود هنا هيبقى موضوع في موضوع من موضوع دول، واخد بالك؟ تمام؟ هالوضع هيختلف على حسب كل واحده من دول. انت بتقارن ايه مع ايه؟ انت بتقارن ايه؟ جانجو مع النود في البرفورمانس مثلا، ولا فالكون مع النود في البرفورمانس، ولا اي او اي في مع النود في البرفورمانس، ولا ولا انت بتقارني باللغه هنا بايثون هناك جافا سكريبت مثلا، يعني فاهمتي؟ يعني ايه بالظبط اللي بيتقال النقطه اللي بتتقارن؟ لان النود مش ويب سيرفر بس، تمام؟ لان اتبنى عليه يعني احنا عمالين نسطب انجلر مثلا، بنقوم اول ننزل نود ومن النود ننزل الانجلر، يعني هو مبني كله فوق اللاير بتاع مين؟ بتاعت النود. وكذلك الاوراكل جيت، فاهماني؟ الاوراكل جيت عشان نبدا هنشتغل ايه؟ هنشتغل ننزل نود ونشتغل. ده الطبيعي طبعا، لان ممكن في طرق ثانيه جانبيه، لكن انا عايز اقول ان ده متاح من ان انت تنزل، وهو ده برضو الفيو بتنزل النود، يعني ان بي ام دي اللي هي النود باكج مانجر. النود باكج مانجر معايا؟ هنزل ده الفيو واشتغل بقى من فوقيها وخلاص وانساه، او انزل بيها الايه؟ الاوراكل جيت وابدا اشتغل. لو دخلنا على الاوراكل جيت كان مفتوح هنا، مش عارف ولا كان فين، مش عارفين نفس القصه بالظبط. تفتح الجيت وتبدا الانجلر، لو دخلنا على الانجلر اقول لك وان فريم ورك برضه للموبايل ديسكتوب ويب، يعني لو دخلت على يعني جيت ستارتد كده هتبداي طبعا بيقول لك اتش تي ام ال سي اس جافا سكريبت، اما تطلع يا بتمشي معايا على طول هي يعني زي الرسم اللي قلت لكم بالظبط. ايه ده بالريكويزيتس صح؟ تعالى اخش اقرا اول حاجه تقول لك نود جي اس، قبل ما يبدا في كلمه يعني كلمه نود جي اس تيجي قبل كلمه انجلر على طول، فاهمني؟ عشان تستخدم النود اللي هو النود باكج مانجر، وتبدا تنزل اصلا ان بي ام انستول الانجلر، وتبدا تنزل الانجلر. فهمتي؟ فالنود يعني حاجه مهمه جدا، يعني وهتتعاملوا معاها عادي جدا، يعني ما فيهاش اي مشكله خالص، فاهمني؟ لان هي بتساعدنا في تنزيل ادوات برمجيه وشغل برمجي مبني عليها كتير وكلام زي كده، فهي وجودها حاجه عاديه. انت شغال نود يعني عادي، مش مشكله، فاهمني؟ يعني لو رحت على ورقه الجد من غير موبايل ستارت كده، عايزين نبدا في الاوبي جيت كده مثلا، دخلنا على موقع ثاني. بص اول حاجه عشان تعمل انستول للاوراكل جيت قال لك ايه؟ ان بي ام انستول اوراكل جيت. ان بي ام خلاص اللي هي النود باكج مانجر. ومبدئيا قال لك بص اعرف اتش تي ام ال جافا سكريبت سي اس اس وتعالى اتكلم معايا. زيه زي مين؟ زي الانجلر، زيه زي الايه؟ زي الفيو، كلهم هيقول لك نفس الكلمه لما تبدا معاهم، عشان بس ما تروحش تتعب قلبك على الفاضي، فاهمني؟ قبل ما تبدا في اي حاجه، دي الفكره بتاعتهم اصلا، هم مبنيين كده مش موصلك لكده. هو برضه نفس الكلام، هتلاقي ان الفيو نيتف بيلد ان ايه كروس بلاتفورم نيتف موبايل ابلكيشن يوزنج جافا سكريبت. خلاص نرجع بقى للموضوع، يبقى احنا كده عندنا دول بتوع النيتف، دول النيتف موبايل ابلكيشن اندرويد او اي او اس، هايبريد زي الفلاتر او الزمن او زي الرياكت نيتف 4،
او حاجه ثانيه تشتغل كيبي مثلا وبايثون وتكتب بايثون ويبقى خلاص كده انت بتعلم بايثون وتخش على طول وتشتغل. تمام كده؟ دكتور المسار بتاع البيج داتا والداتا مايننج يا دكتور. اه والله انا تعبت والله. طب ما نيجي نقفل الفيديو يا جماعه، ناخد بريك 5 دقايق. طيب.